برنامج كيدزا للإسباني يوفر رحلة جماعية مجانية لفائدة شباب العالم لزيارة دول أمريكا اللاتينية. منى أعراب أول مغربية من طنجة تستفيد من هذا البرنامج. وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، عرفت المرحلة الرابعة وفاة الدراجة الجنوب إفريقي سيفون إلمير إثر سقوطه اليوم من على دراجته قرب مدينة الرشيدية. برنامج كيدزا للإسباني يوفر رحلة جماعية مجانية لفائدة شباب العالم لزيارة دول أمريكا اللاتينية. منى أعراب أول مغربية من مدينة طنجة تستفيد من هذا البرنامج. روبورتاج إلهام الرادة وسناء رحيمي. منى أعرب تلميذة في مرحلة الثانوي، أول مغربية كانت ضمن المستفيدات من برنامج كيدزال، رحلة إلى دول أمريكا اللاتينية. الرحلة دامت 45 يوما، توجت بلقاء العاهل الإسباني. تم هذا اللقاء في ظروف جيدة، قابلت العاهل الإسباني، رجل منفتح تحدث معنا بإسهاب، حدثنا عن حياته، بدا سعيدا. كيدزال برنامج إسباني عمره يتجاوز 20 عاما. سنويا يتم اختيار شباب من مختلف دول العالم كي يقوموا برحلة جماعية إلى بلدان أمريكا اللاتينية. روح التضامن والتشارك حاضر في هذا البرنامج، والكلمة هنا لممثلة المغرب. تعلمت أشياء جديدة، الاعتماد على النفس، احترام الآخر، وأهم درس تعلمته هو العمل في إطار الجماعة. رحلة كيدزال تسمح للشباب بالابتعاد عن المحيط الأسري وبالتالي الاعتماد على النفس. أعتقد أنها الطريقة المثلى لكي يتعلم الشباب الاستقلالية. عند كل دولة توقفت عندها رحلة كيدزال محطة للتعارف وفرصة، تقول منى، لاكتشاف بلد جديد وثقافة مختلفة، وفي هذا الاختلاف يتجلى غنى تجربة من هذا القبيل.